ورجعنا من الفصل وبنكمل مع بعض. وزي ما انتم شايفين كده صينيه البطاطس ما شاء الله حلوه جدا في الفرن، ظبطناها كده، حطينا شويه خضار على الوش برده يدوا شكل ويدوا طعم، وزي ما انتم شايفين كده عظمه. طيب هنكمل نعمل ايه؟ هنعمل الكشك مع بعض. طبعا انا عشان وقت الحلقه عملت ايه، جبت نص كوبايه من الرز غسلتهم ورفعتهم على النار. طب انا اديهم طعم ازاي؟ معلقه سمنه بلدي، طب مفيش سمنه بلدي، معلقه زبده، لازم نديها طعم. جماعه الكشك اساسه ان احنا نديله سمنه او زبده بلدي عشان يدينا الطعم الحلو، حتى لو ما ضفتيش زبادي، حتى لو ما ضفتيش ما عملتيش الكشك الصعيدي او الكشك الالمازيه او الكشكات اللي احنا متعودين عليها دي. هنعملها ازاي؟ هنعملها بالطريقه البسيطه اللي احنا بنقولها، ده مكعب مرق لحمه فراخ، سوري شوربه لحمه، شوربه فراخ، كل ده تقدري تعملي بيه الكشك بتاعك. سهل جدا، تسلقيه فيه وده اللي يفضل، تحطي كميه شوربه مظبوطه يستوي فيها وياخد 3 ارباع سوا فقط لا غير، ما تزوديش عن كده، وتحطي مكعب المرق بتاعك، تحطي الزبده بتاعتك في اول التسويه عشان يشرب ويبقى طعمه كده دايب في الزبده او في السمنه بتاعتك، فيبقى طعمه حلو ما يبقاش ناكر حاجته. يعني ما ينفعش ما نحطش الحاجات دي في الاخر ويبقى ناكر حاجته، تمام كده؟ زي ما انتم شايفين المكونات بتاعتنا بتاعت الكشك على الشاشه، نقدر نصورها او ننقلها زي ما احنا عايزين. انا حاطه اهو الكشك بتاعي على النار، او الرز بتاعي بيستوي في الشوربه وفي الزبده وفي المكعب المرق عشان وقت الحلقه زي ما قلنا. طيب ايه اللي هنعمله الخطوه اللي جايه؟ احنا اول ما ياخد غلوه، لان كنت رافعاه من على النار طبعا لان انا مسوياه، هنعمل ايه كالاتي. انا بس حاسه ان ده شوربته زياده شويه فانا هقلل منها وهعمل كالاتي. بصوا بقى، يعني هو استوى في الشوربه، حسيتي الشوربه زياده، انا بالنسبه لي حاسه ان هي زياده شويه، فانا هرفع شويه من الشوربه عشان اقدر انزل اللبن بتاعي. استاذ حسين صباح الخير. صباح الخير يا شيف عزه. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يخليك، منور الدنيا. حضرتك طيبه وفرصه سعيده، احنا سمعنا صوت ام محمد النهارده. والله اتبسطت جدا، ببسط قوي لما بتتصل. ربنا يديها الصحة والعافية. بالنسبة للسنة الهجرية يا شيف عزة، أنا بعت لك الأغنية دي. اتفضل. اتفضل يا أستاذ حسين. شكرا ليك يا أستاذ حسين، ربنا يخليك يا رب، كلك ذوق والله. دايما كده بتهدينا بحاجات حلوه، كل سنه وانتم طيبين يا رب، دايما كده تتجمعوا على الحاجات الحلوه، على الخير والحاجات اللي كلها ايمان وتقوى ان شاء الله. طيب احنا هنعمل ايه؟ معانا شيماء على التليفون. فصلت؟ طب ارجعي كلمينا تاني يا قلبي. طيب مين؟ مروه من اسكندريه، ونقول الو. ازيك يا شيف؟ ازيك يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ والله الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ والله الحمد لله. ممكن يا شيف بس اعرف طريقه عمل الممبار؟ الممبار حاضر، احنا عملناه مع بعض قبل العيد واقوله لك. حاضر، انت تأمري. شكرا لاتصالك. قولي لي ايدك صراحه على الحاجات الحلوه اللي بتعمليها. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا لذوقك، شكرا ليكي يا قلبي، شكرا لاتصالك. بصوا بقى، حطينا بقيه اللبن، انا حطيت نص كوبايه يعني على قد الكميه زي ما بنقول دايما، وحطيت هنا معلقه دقيق كبيره عليها لبن، عليها شوربه زي ما انت عايزه ومتاح عندك. اهم حاجه ان احنا نضيف كوبايه لبن كده تطعم لنا الدنيا وتدينا طعم حلو. نقلب بقى الدقيق مع اللبن ونبدا نضيفه. طيب انا ساعات بعمل ايه؟ باخد النشا بتاع الرز بتاعنا اللي بيستوي فيه وبستكفى بده خالص وما بحطش اي حاجه غيره، يعني ما بحطش معلقه الدقيق، بلاقيه كده ايه لافف مع نفسه والنشا بتاعته تمام متظبطه فما بحطش. معانا تغريد من السويس، ونقول الو. الو. اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك جدا. وانا بحبك، ربنا يخليكي. تسلمي يا قلبي، كلك ذوق. كده كل سنه طيبه. وانت طيبه وبخير يا قلبي، بعود عليكم الايام الحلوه ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبتي قولي لي، ليكي اي طلبات؟ معلش ممكن تعملي لنا حاجات بقى للمرضى السكر؟ حاضر، من عيوني، انت تأمري. ربنا يشفينا جميعا يا رب، وما يحطش في جسم اي حد مرض يا رب. كل سنه طيبه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا قلبي. بصوا انا بدور على مصفى ومش لاقيه مصفى، فيا ريت ندخل مصفى سريعا كده. انا عندي هنعمل ايه؟ المفروض كنا عملنا سخنا الطاسه بتاعتنا دي، يلا بينا. طيب احنا عملنا كده اساس الكشك،
تمام، اللي هو احنا سلقناه في شوربه ومكعب مرق وحطينا عليهم معلقه الزبده او السمنه البلدي بتاعتنا. تمام، هنحط دلوقتي معانا طاسه على النار عشان نشغل فيها البصلايه بتاعت الكشك. يعني ايه؟ هنقول مع بعض دلوقتي ونشوف. هننزل كده قطعه زبده حلوه كبيره عشان ده اللي هيطعم الكشك بتاعنا. تمام، هناخد معاها معلقه زيت حلوه هيلمع برده معانا، وكمان هيفادي معانا ان احنا الزبده بتاعتنا تتلسوع او تتحرق. تمام، طيب هناخد ايه اول ما يسخن؟ هناخد البصلايه بتاعتي وابدا اضيفها فيها تتحمر او تدي لون سكري حلو كده الذهبي الحلو ده. بنصفي الكلام ده ونحط السمنه بتاعتنا على الكشك وبس تكفى. طيب في ناس بتاخد نسبه وتناسب، يعني ايه؟ يعني ناس بتاخد جزء كبير من البصل تشيله تحطه على الوش وجزء بتقوم حطاه جوه الكشك. طيب ليه انا ما بعملش كده؟ هقول لكم دلوقتي. حلو، طبعا ده اختياري وكل واحد ليه راي وذوق في اكله، بس لما باجي اعمل كده بيحصل معايا ان الكشك بتاعي بيغمق، وانا عايزاه كده يبقى لبن حليب زي قلوبكم كده، فانا عايزاه يبقى فاتح، فما بعملش الحركه دي. لو انت عايزه تعملي كده اعملي. معانا رزان من الشرقيه ونقول الو. ازيك يا صباح الفل والهنا حبيبي. يا رب الله يخليك يا رب. انا مبسوطه عشان سمعت صوتك حبيبه قلبي. على راسي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. انا ساكنه بالشرقيه بس اصلي اردنيه. يا حبيبتي على راسنا، من اي حته في الدنيا على راسنا. الله يخليك يا رب. انا بدي امس عليك واقول لك انت شيف عسل وربنا يخليكي. تسلمي لي ورزقك كده ونور طريق. انا بحبك قوي انا وعيالي، دايما مدير على القناه دي عشان نتفرج عليك. يا قلبي ربنا يخليكي، وانا بحبكم في الله. ربنا يخليكم يا رب، يدمكم في حياتي نعمه يا رب. الله يخليك يا رب. سلمين. انا مبسوطه عشان سمعت صوتك. وانا مبسوطه جدا والله ان انا سمعت صوتك، ان شاء الله مش اخر مره. شكرا ليكي يا قلبي، شكرا لاتصالك. معانا عبير من بني سويف ونقول الو. الو، اهلا وسهلا. اخيرا استاذه عزه ردت علينا. اهلا وسهلا، ده انت على راسنا، اتفضلي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، عامله ايه استاذه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. انت عامله ايه؟ الحلوه دي تسلمي لي يا قلبي، عينيكي اللي حلوه. والله العظيم انا بحبك جدا وبحب اكلاتك حقيقي يعني. وانا بحبكم والله جدا جدا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، ما انحرمش منك. ممكن استاذه عزه بس قولي لي اسالك بس على سؤال كده زي بعضه بسيط؟ ثلاث طوايات. اتفضلي يا قلبي، اتفضلي معاكي. تسلمي لي ما انحرمش منك. اتفضلي. اذا عايزه لما بعمل مثلا لما بسبك صلصه واحط فيها الباميه البسله كده يعني، فاهماني؟ ايوه. بعملها بسبكها وباجي احط الخضار فيها، بلاقي بعد ما بعمل ده كل ده واظبطها بلاقي فيه زعقان شويه، تبقى زعقه. اعمل ايه عشان اظبطها معايا؟ يعني ايه زعقان؟ معلش وضحي لي كده. بحس ان هي زعق شويه مع اني بحط ملح مظبوط واحط توابل. ايوه قصدك الطعم. طعم، بحس طعم الصلصه زعق شويه بعد ما كمان بحط الخضار مثلا. يعني بتبقى محدقه بزياده كده صح؟ بصي يا شيف عايزه انا بعمل عادي بسبكها عادي بحط الخضار وبظبط التوابل واظبط الملح. بس بحس كده ان في طعم ايه زعق كده مش مظبوط الاكله معايا. طب هقول لك عشان تبقى كويسه. مكعب المرق تمام هتظبط معاكي الطعم، جانب معلقه سكر صغيره. مكعب يعني مرق؟ ومعلقه سكر صغيره. هتظبط المعادله بتاعت الـ الطماطم مع، يعني هتظبط. تمام؟ تمام وتمام. وكمان عايزه اقول لحضرتك حاجه، نقي الطماطم بتاعتك اللي هي تحسيها متوليه كده شويه زي البلحه. تمام؟ الصغيره. الصغيره المتوله شويه دي. مش تمام. المدوره، مش ما تاخديش بالشكل، يعني ما تاخديش بالمظاهر ان هي تبقى حمراء وعامله زي التفاحه كده، دي مش بتبقى أيه. احسن حاجه، مش بتبقى مسكره. تمام تمام يا قلبي، شكرا لاتصالك. شكرا ليك يا حبيبتي. يا ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب دايما يا حبيبتي. شكرا ليك يا قلبي. تمام، تعالوا بقى نطلع فاصل. احنا عملنا ايه؟ حطينا الدقيق هنا باللبن على الكشك زي ما قلنا، هيبقى كريمي وحلو قوي. بعد ما نرجع من الفاصل هنشوفه، ونحمل البصله مع بعض. وبعد ما نرجع من الفاصل مش هنسى العصير طبعا، ده اساسي معانا كل حلقه. بس صغير خالص، اوعي القناه تتغير، راجع لكم تاني.
ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض. زي ما انتم شايفين البصلايه بتاعتي احمرت واستوت وبقت تحفه ولونها ذهبي وحلو قوي. طبعا انا قاعده اقلب فيها وخايفه جدا تتحرق، فهعمل ايه؟ الكشك بتاعي اهو ربط، تعالوا معانا بقى على الكشك كده اهو. ماشي، خلينا معانا على الكشك كده، نقفل الفرن بتاعنا ده اهو. بصوا بقى هو ده القوام اللي احنا عايزينه، هيبرد هيبقى كمان هيلف معانا اكتر. تعالوا بقى ناخد البصل ده ونصفيه بمصفى، ناخد الزبده بتاعتنا او السمنه بتاعتنا ننزله على الكشك بتاعنا كده، هيبقى كريمي وتحفه. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا دكتوره دعاء نوير قاعده بتتفرج عليا ومبسوطه جدا بالكشك، وقالت لي لا ده انا هعمله بالطريقه دي عشان خاطر اسهل واسرع من الطرق الثانيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا شيف، ايه الجمال ده كله؟ السفره المصريه الاصيله النهارده بتتحدث عن نفسها حبيبتي. كشك وصينيه بطاطس باللحمه ورز بالشعريه، يعني نقعد ونفرد وناكل ونتبسط حبيبه قلبي. الله على الجمال، تسلم ايدك. تسلمي. وطبعا تركاتك الخاصه سواء في صينيه البطاطس او في الكشك مختلفه ويعني زي السكر. تسلم ايدك بجد يا شيف. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليك.